بسم الله الرحمن الرحيم. طارق العواج، إطار متدرب، إطار إداري متدرب الثانوية التأهيلية الموحدين. إذا في إطار اليوم العالمي للماء ومناسبة تحسيب الأهمية للماء، ضمنا كأطر إدارية داخل ثانوية الموحدين التأهيلية هذا النشاط التحسيسي بمناسبة اليوم العالمي للماء بشراكة مع جمعية الألفية الثالثة، لتنشكرهم بهذه المناسبة على المجهودات اللي داروا معنا والأنشطة اللي قدموا داخل المؤسسة. تضمن هذا النشاط برنامج مكثف تم من خلاله يعني تمرير مجموعة من السلوكات المدنية للتلميذات والتلاميذ، وكان من خلال شريط فيديو، من خلال عرض، ومن خلال مداخلات ضيوفنا الكرام اللي حضروا مع الجمعية بالمؤسسة، واختتم اللقاء بمداخلات التلاميذ حيث تقدموا بمجموعة من الأسئلة قصد الاستفسار حول أهمية الماء، ويعني مجموعة من الأسئلة لها ارتباط بالاستعمالات اليومية للمياه. السلام عليكم. نشكر الجمعية الألفية للدنغ الخاصة للمدرسة في يجن نشاط خطر من تلاميذ المؤسسة الموحدين، نكني كطلبة كأطر إدارية متدربة بتنسيق أكد المدير المؤسسة. النشاط هذا هو تزري مزيان نادي حقاش ديك جن شريط اللي كيت اللي تهمى المحافظة خوامان على الأوكازيون دو لا جورني مونديال دو لو اي اون بارتناريا افيك لاسوسياسيون 3 ميلينير دو لا كولتور لو ديفلوبمون اي لار de la présentation. Le lycée Al-Mouahidin a organisé un séminaire de sensibilisation sur l'importance de la conservation de l'eau. Ce sujet est d'une grande importance, surtout avec la sécheresse que connaît notre pays, ce qui nécessite de sensibiliser à l'importance de conserver l'eau et aussi de l'utiliser rationnellement. Aussi, comme vous voyez, cet après-midi est consacré à la décoration des locaux de l'établissement avec des peintures murales qui expriment l'eau et son rôle dans la nature. انضمت لهم جمعية الألفية الثالثة للثقافة والتنمية وفنون العرض الخميسات بالتنسيق مع مؤسسة الموحدين التأهيلية والمكتب الوطني للكهرباء والماء تصليح الشن وجمعية مدرسة علوم الحياة والأرض بالخميسات، يوم تحسيسي لفائدة التلاميذ المؤسسة اللي كان من خلاله الفترة الصباحية عرض شريط فيديو كيهضر على أهمية الترشيد استعمال الماء صحيح للشرب. كذلك كانت مداخلة ديال المجموعة المتدخلين ديال المكتب الوطني للماء والكهرباء، مداخلة الجمعية، كذلك مداخلة جمعية مدرسة علوم الحياة والأرض، وتم الاختتام ديال هذا اليوم التحسيسي بنشاط رسم جداليات. في الفترة الزوالية جمعية ديال الألفية الثالثة وفنون العرض قامت برسم جداريات على المؤسسة المتعلقة باليوم العالمي للماء، وذلك من خلال مجموعة من الفنانين اللي معنا في الجمعية بشراكة مع تلاميذ وتلميذات المؤسسة. وهذا النشاط استحسنه جميع التلاميذ والتلميذات وأطر هذه المؤسسة بمناسبة اليوم العالمي للماء. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.